الرياضي حق حلو قيم. بس الملاحظة الأخيرة اللي يريد نقول عليها، احنا دكتور عبود تحدث عن الشيخ فيصل قال سفيرنا في المملكة العربية، احنا انا ذكرت العروبة، العروبة تدل بأن شيخ فيصل يتدخل بالقضايا اللي تخص السعودية، العشائر اللي هي السعودية. شوف الامتداد، الامتداد وين واصل. انا من اذكر العروبة دائما اللي قصد بيها، ليش؟ لان يعني اليوم ابن العراق وابن شمار والعراق الاصيل اللي يروح يتدخل بحل قضايا هي بالمملكة العربية السعودية، مع احترامات نرتبط وياهم بالعروبة وليست عشائر. فهذا فخر لنا كلنا احنا كعراقيين، ونثني عليك ونشد على يدك ونقول لك بارك الله بيكم وعليك زود ان شاء الله. احسنتم مشايخنا.